القنوات التي يقوم عليها من لا يرجو لله وقاره، أعوذ يعني بالله. أفلحت في تشويه الإسلام، في تشويه الدعاة، في الدعوة إلى المنكرات، في التقبيح المحاسن وتقبيح صورة أيضا تذليل الناس ونشر الإحباط فيما بينهم، نعم والهزيمة النفسية، نعم وجعلهم مرتهنين بصفة دائمة للحضارة الغربية ولغير المسلمين للسيد الأبيض. نعم نعم. الآن سماحة الشيخ، القنوات أيضا استغلت في نشر الشائعات وتقبيح صورة الإسلام والملتزمين به وبهدي وأحكامه والتماس العيب للبراء، أليس في ذلك وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، فيه وعيد كثير من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا شأن المنافقين، فتعرف ما قالوا في غزوة تبوك. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أشبع أرغب بطونا ولا أجل ولا أجبن عند اللقاء. نعم. وقد نعى الله عليهم ذلك ورده في كتابه. نعم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الذين يتتبعون عورات المسلمين. نعم. ويختلقون لهم ويكذبون عليهم. نعم. فكل ذلك من الأباطيل الشائعة في زماننا هذا ليس جديدا، وإنما هو من قديم، محاكاة لما كان يفعله المنافقون. نعم. والمسرفون في كل العصور. نعم. كانوا يستهزئون من المؤمنين، وهذا الاستهزاء قابله الله جل جلاله باستهزائه منه. الله أكبر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، لا إله، يمدهم بطغيانهم يعمهون، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم. وما نراه من التنقص لأهل الخير هو دليل على كمال أهل الخير. نعم. كما قال أبو طيب المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. نعم. وكون الذباب الإلكتروني والفجرة جميعا يتهافتون على تشويه أهل الحق، ويظنون بذلك أنهم يتنقصونهم، هو رفع لأهل الحق وتعريفهم بهم. الحمد لله. والشاعر يقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. نعم. فمثل هذا النوع موجود في وسائل الإعلام كما ذكرت كلها. نعم. وأيضا يختار لها أحسن التقنيات وأحسن الألوان والصور والأضواء والاستديوهات والكاميرات، وينفق عليها أموال هائلة طائلة. نعم. لا تقارن بما ينفق على الإعلام الإسلامي الهادف. نعم. ولكن مع ذلك قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نعم.